خائن لعائلته، يفضل الأموال على الأسرة، حديثه ضربة قاتلة لإرث الملكة الراحلة. أوصاف الأمير هاري كما تراه الصحف البريطانية المؤيدة بعد طرح الجزء الثاني من السلسلة الوثائقية هاري وميغان. دوق ساسكس يقول إن القصر كان يسرب قصصاً للصحافة عنه وعن زوجته ميغان. تشكو ماركل أن العائلة منعتها من طلب المساعدة عندما راودتها أفكار انتحارية. لم يعلق قصر باكنغهام. في المقابل يظهر أفراد العائلة المالكة يقومون بجولاتهم العادية ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي في رسالة مفادها نحن لا نهتم. على العموم تأخذ العائلة المالكة استراحة قصيرة حتى 10 يناير، أي موعد إصدار كتاب الأمير هاري الجديد سبير، الذي من المتوقع أن يقص فيه مذكراته وتفاصيل أخرى من نشأته وحياته داخل القصر. عروب عبد الحق والتفاصيل. لا هدوء في قصر باكنغهام، فما كادت الضجة أن تهدأ من الحلقات الأولى لمسلسل هاري وميغان حتى أطلقت المنصة حلقات 3 أخرى تضيء هذه الحلقات على الخلافات بين الشقيقين اللدودين هاري وويليام وبين هاري والملك تشارلز أيضا، وهي تواصل سرد أسرار القصر الأشهر في بريطانيا وفي العالم. Em and I spent the night in a room in Buckingham Palace after an event where every single member of the family, senior members of the family. ففي الحلقات الأخيرة يبدو هاري أكثر جرأة في سرد تفاصيل الخلافات مع أفراد العائلة، إذ يقول إن شقيقه ويليام صرخ في وجهه بشكل مرعب، في حين قال والده الملك تشارلز أموراً غير صحيحة، وذلك خلال اجتماع للعائلة لنقاش تخليه عن مهامه الملكية وفي حضور الملكة الراحلة. It's about hatred. It's about race. It's a dirty game. كما يتحدث عما يصفها باللعبة القذرة بين القصر والإعلام. فهاري يتهم القصر بمقايدة قصة سلبية لا يريدها بقصة سلبية أخرى. كما يقوم بتسريب القصص، وكلها اتهامات تصيب مباشرة الملك وتتهم ويليام بنسخ أساليبه. هاري يشير أيضا إلى غيرة بعض أفراد العائلة من ميغان بسبب ما وصفه بنجاحها في سرقة الأضواء منهم. Is then stealing the limelight or is doing the job better than the person who was born to do this. ميغان من جهتها تتحدث عن الأفكار الانتحارية التي راودتها وكيف أن العائلة الملكية لم تسمح لها بالحصول على المساعدة خشية أن يؤثر ذلك على صورة المؤسسة الملكية. Doesn't it make more sense to hear our story from us? اتهامات عديدة وجهها ثنائي هاري وميغان للعائلة الملكية تجعل من مهمة ترميم العلاقة بينهما شبه مستحيلة. في المقابل لا تتوقف وسائل الإعلام عن الهجوم على الثنائي، ربما بالوكالة عن العائلة. ورغم أن الإحصاءات تشير إلى نسب مشاهدة عالية للمسلسل، تشير إحصاءات أخرى إلى أن شعبية هاري وميغان هي الأدنى بين أفراد العائلة الملكية. من لندن لصباح العربية، عروب عبد الحق. Bit of a shame the timing of it with the Queen passing away this year. Families are families, you know, there's always going to be arguments, but maybe they could have been a little bit more courteous timing-wise to their grandfather and family members. I think that's where maybe they're not taken as seriously as what they could have been. It's a bit more for television purposes rather than, you know, for what they're maybe really thinking. The only way that your reputation can be grown or improved is if you're on the front pages of those newspapers. But the media are the ones who choose who to put on the front page. I just think it's like pretty poor timing for when they've put that documentary out, like a little bit selfish, thoughtless. I think it's a good way for them to be making lots of money, personally. After an event where every single member of the family, senior members of the family had been, including the Queen, and on the front page of the Telegraph, Meghan. I went, oh my God. I think there is a bit of drama involved, but I don't know. I don't want to take sides, but I think they shouldn't be too harsh on royal family because they're part of it, especially Harry. No, personally, I think that if they agreed to do this documentary, is that they're all right with the idea. And I think the documentary is very instructive and you learn a lot about their lives. And no, I think if they're good, if they're all right with that,
we should all respect, and that's it. In order for us to be able to move to the next chapter, you got to finish the first chapter. It gave us a chance to create that home that we had always wanted. I've always felt as though this was a fight worth fighting for. من لندن تنضم إلينا الكاتبة والخبيرة بشؤون العائلة الملكية أنا وايت لوكس. أهلا بك يا أنا، يسعد صباحك. يعني الجزء الثاني من وثائقي هاري وميغان انقسمت الآراء حوله، هناك من اعتبر هاري بأنه خائن ومتمرد على النظام الملكي، وهناك من اعتبر أنه مجرد أنه يروي وقائع حقيقية حصلت معه ومع ميغان. ما رأيكم وتقييمكم لهذا الوثائقي الذي أغضب البريطانيين؟ لابد أن هو دراماتيكي، والإعلام هنا وأغلب الجهات أو الوسائل الإعلامية تصفه بالخائن، وبدلا من التركيز على الاحترام للسلوكيات الملكية لأمير ويلز، بلا شك صحيح أن هاري وميغان لديهما قصة تستحق أن يعرفها العالم، ولم تحكي عنها وسائل الإعلام ويركزون على هذه العلاقة السامة بين القصر والإعلام، ويقولون بأنها الإعلام كان يطارد هاري وميغان، ولكن كانت هنالك نبرة من العنصرية. لا أعتقد بأن الكثير قالوا بأنهم يسعيان للحصول على الأموال، ولكن هنالك بعض النقاط الهامة، وليس فقط مسألة العنصرية تجاه ميغان وهذه العلاقة المسمومة مع الإعلام. أعتقد بأن العائلة الملكية كما يقول بعض لم يكن هنالك أي تحديات لهما لإنتاج هذا الوثائق، وهنالك صورة مثلا لتجمع العائلة المالكية لأعياد الميلاد في اليوم عرض الحلقة الثالثة، ولكن العلاقة بالإعلام هذه أسئلة كبيرة جدا على القصر أن يردوا عليها. على كل حال فقط نشير للمشاهدين أنه لا نستطيع المقاطعة بسبب الترجمة، لأنه في كثير من النقاط نريد كنا أن نستوقف عندها. أنا على كل حال أنا اليوم لكي نفهم الصورة، هل هي فعلا حرب حقيقية من قبل الزوجين على العائلة المالكة، أم أنه مكسب مادي عبر نتفليكس وعاطفي لكسب الناس وكسب الجماهير وأيضا جر صفوف المترددين منهم؟ لا أعتقد بأن المسألة تخص الأموال فحسب، ولكن بلا شك سيحصلون على أموال لقاء الوثائقي، لأنهم لا يحصلون على أموال من العائلة المالكة، فما بحاجة إلى كسب الأموال. ولكن هنالك توترات حقيقية وعدائية بين الشقيقين، وهي ليست مصنعة ومصطنعة لنتفليكس، هنالك مشاكل بين هاري وأخيه، وأعتقد أنها تؤثر على كل شخص في هذا الوثائقي، حتى الأمير ويليام، وكما قلتم هاري وصفه بأنه صرخ في وجهه عندما كان هنالك نقاش حول هاري إذا ما كان سيبقى أو يخرج من العائلة. هذه مشكلة عائلية كبيرة، ولكن لأن العائلة المالكة هي مثل المؤسسة وتوصف بالشركة، فأعتقد بأن هذه مشكلة كبيرة تواجهها العائلة الملكية، ولذلك الإعلام لعب دورا كبيرا فيها، ولكن كما قلت أيضا المسألة تخص الأموال. طيب الأمير هاري لم يهاجم فقط كما قلت الأمير ويليام شقيقه، وقال أنه كان من المؤسف أن يصرخ بوجهه، ولكن كذلك هاجم وانتقد والده وقال أنه من المؤسف أن يشير إلى أمور غير صحيحة كما قال بصريح العبارة. هل يفهم من ذلك أن الأمير هاري لم يحظى بالدعم المطلوب من العائلة المالكة، وأن حتى الملك تشارلز أخذ صف ولي العهد؟ بلا شك انتقده بشكل جلي والده، وهو الملك تشارلز حاليا،
وخاصة فيما يخص الدفاع عن العائلة الملكية وحتى الملكة التي وصفت بأنها كانت جالسة في الاجتماع ولم تتفوه بكلمة. هي أيضا اختارت أن تقدم المؤسسة أو العائلة على الجميع، لأنهم كعائلة مالكة يجب الدفاع عن الملكية. وأعتقد بأن هاري وجد صعوبة كبيرة في تقبل ذلك. ويليام سيقول أو تشارلز سيقولان بأن هذا ما يجب علينا فعله، يجب أن ندافع عن هذه المؤسسة المالكة و لا نستطيع أن نتصرف كما تصرف هاري وميغان. أنا هل ممكن أن تتأثر صورة العائلة المالكة خصوصا بعد عودة بعض الأصوات وإن كانت خجولة لإلغاء الملكية في بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية؟ بلا شك وفاة الملكة قبل كل هذا هي ضربة كبيرة لصورة العائلة الملكية ولقوتها. الملكة يعشقها الجميع في العالم، وحتى عندما حصلت الفضائح في عائلتها خاصة مع الأمير أندرو فلم تؤثر على دعمها أو العاطفة الكبيرة تقدمها، ولكن الأوقات مختلفة الآن. الملك يعيش أوقات حرجة، فبلا شك الصورة من وجهة نظري تأثرت خاصة في مسألة العنصرية. وهذا الوثائقي تحدث عن الحادثة عندما الليدي سوزان هاسي طرحت أسئلة فيها عنصرية لعاملة وقالت من أين أنت من أين أنت إلى آخره. والأمير ويليام تحدث وقال لا مكان للعنصرية في هذا المجتمع، وأشار إلى أن الليدي كانت تتحدث بنبرة عنصرية. فأعتقد هنالك مسألة العنصرية التي لا يستطيعون التخلص منها. ومن المثير أن الإعلام على الأقل في بريطانيا يركز على هاري وميغان كخونة، ولكنهما لا يفكران في مسألة هذه المسألة، مسألة العنصرية أو حتى العلاقة المسمومة بين الإعلام وبين القصر. القصر يغذي الإعلام بالمعلومات، وكما وصف هاري في الحلقات الأولى الإعلام هو مثل جناح العلاقات العامة في القصر لأنهما يعملان عن قرب معا. كل هذه تحديات كبيرة، وأعتقد بأنها ستؤثر على صورة الملكية. شكرا جزيلا لك من لندن الكاتبة والخبيرة بشؤون العائلة الملكية أنا وايتلوكس.